ناس كثير بتتحدى وبتحكي انه جوكو راح يكون اقوى من سوبرمان. في هذه الحلقة يا اساطير جبنا جوكو علشان نشوف هل فعلا هو راح يكون اقوى من سوبرمان ولا لا. وزي ما انتم شايفين في عنا ورا هناك سايتاما جاي علشان يشجع جوكو. اذا حابين انه نجيب سايتاما بعد جوكو اكتبوا لي تحت في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك في القناة لانه مو باقي الشيء لل100,000. واذا عندك شخصية معينة حابب انه نجيبها الانستغرام موجود تحت، ابعث لي على الانستغرام رح نحكي شوي ندردش مع بعض واقترح علي الشخصية اللي حابب اجيبها. اوكي اوكي سوبرمان خرب المكان كله، ماشي نرجع فوق ونبلش مع بعض. بس خلينا نتأكد انه ما خربنا الارض تحت سوبرمان تحت جوكو عشان اوكي اوكي مش مشكلة ما عمل شيء. طيب نجرب مع جوكو السيارة اللي بلونه اول سيارة تيجي قدامنا بلون جوكو. هذه السيارة اورنج. اي 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 كسرت السيارة؟ لا اوكي التاكسي هو زي لون جوكو. اوكي جوكو التاكسي ماشي ماشي حلوين حلوين حلوين. يا ترى جوكو راح يكون اقوى ولا لا؟ شباب وقفوا الفيديو واكتبوا لي تحت تتوقع جوكو راح يكون اقوى من سوبرمان ولا سوبرمان راح يكون الاقوى. يلا بينا مع السيارة الاولى اللي بنفس لونك يا جوكو. ليتس جو. خزقنا قلبه حرفيا. او ماي جاد شباب والله حماس. شوفوا او ماي جاد. اوكي الضربة الاولى اثرت فيه، ان شاء الله ما تاثر فيه كثير. خلينا نجرب على هذه السيارة مثلا ونشوف ايش راح تسوي في هذه السيارة. لا مش دور سايتاما اليوم. لا لا اليوم مش دور سايتاما على فكرة، فسايتاما نخليه ليوم ثاني. اوكي اوكي يلا ماشي نجرب السيارة اللي بعدها. الظاهر انه السيارات الصغيرة ما راح تأثر فيه، وانا اعتقد انه السيارات الصغيرة ما راح تأثر فيه فعلا. بس يا اخي لسه اوكي والله السيارات الصغيرة يعني في منها امل، في منها امل ولا امل ماتت زي ما بتحكوا لي في البث. اوكي باي ذا واي اذا ما بتعرف احنا بنفتح بث كل يوم على التيك توك، فاذا حابب تيجي البث وتلعب معانا في البث المباشر. بنلعب ستامبل جايز، بنلعب احيانا روبلوكس، بنلعب العاب كثير نفس جي تي اي. احيانا راح افكر انه نفتح هذه اللعبة ونجيب الشخصيات اللي انتم بتحبوها، فاذا حابب تكون معانا في البث المباشر رابط الحساب موجود تحت، تعال واحكي لي انا جاي من اليوتيوب. اوكي يلا بينا نجرب سيارة اكبر شوي نفس هذه مثلا. خلينا نشوف هذه السيارة راح تأثر فيه ولا لا. السيارات الصغيرة لاحظت انها مش مأثرة كثير، ولكن هذه السيارة دخلت في قلبه جوكو. السيارة دخلت في قلبه. او ماي جاد. اوكي اوكي لا صراحة كانت جد قوية. تعالوا نشوف ايش عملت. يا ساتر شايفين؟ ايه وقف. شايفين شباب؟ او ماي جاد يا جوكو. معقول؟ سوبرمان اقوى منك؟ لا 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 هزلت والله. سايتاما ورا اصلا قاعد ورا ومبسوط سايتاما. ايه ايه جوكو بيتخزق. اوكي ليتس جو. راح نحاول نيجي على رجله، فراح نكون بطيئين شوي. اوف اوكي السياره لسه فيها حيل. او ماي جاد راحت السياره خلاص. اوكي انا اسف انا اسف. او ماي جاد كسرنا طرف الشارع. اوكي نجرب. تعالوا نشوف السياره اللي بتتفجر ايش بتعمل فيه. خلينا نشوف السيارة هذه راح تأثر فيه، راح تعمل فيه ضرر كبير ولا شوي بس. ليتس جو. توقعوا ايش صار. اوه ماي جاد دمار شامل يا جوكو. ايدك وين راحت؟ وين ايده؟ اوه على فكرة بنطلونه اللي قوي طلع، مش جسمه، جسمه مش قوي، هو بنطلونه قوي. وإذا عندك دليل غير هذا الكلام اكتب لي تحت في التعليقات.
لانه انا بصراحه شايف انه بنطلونه هو القوي. نشوف نجرب مثلا بسياره ثانيه نفس هذه، نحاول نروح على البنطلون علشان نشوف. والله نحاول نروح على البنطلون. اوكي راح نعمل هيك، ليتس جو على بنطلونه. او ماي جاد شفتوا بنطلونه ما تاثر والله. اوكي خلينا نختار له سياره اكبر. اوكي خلينا نجيب له من هون مثلا، ناخذ هاي السياره. او ماي جاد هاي السياره ولا مره جربناها والله. تعالوا ناخذ هاي السياره، ولا مره فعلا جربناها. نجرب نروح على ظهره. ليتس جو. اوف والله جبار السياره. ما علينا. ها سايتما قاعد مبسوط. ايش الوضع سايتما؟ كله تمام؟ في اخر الحلقه راح اورجيكم حركه اسطوريه راح نعملها مع سايتما. اوكي نجرب هاي السياره مثلا. واحد اثنين ثلاث ليتس جو. ما اثرت فيه اصلا ولا قربت عليه اصلا، علشان هيك دام حالي ما شفت. ونجيب له سياره ثانيه. طيب مثلا نختار له هاي السياره. وين راحت؟ كان في سياره. اوكي السياره بتتفجر ثانيه، تعالوا نجربها عليه. يلا جاهزين؟ جاهزين؟ 3 2 1 ليتس جو. اخذ السياره، بنطلونه بيتكسر. او ماي جاد قضيناه بالكامل. خلينا نهرب من هون، بلاش نكسر بسوبرمان. اوف قرب يموت سوبرمان خلاص. طيب ناخذ له هاي السياره مثلا. 3 2 1 جو. السياره راح تطير عليه. او ماي جاد او ماي جاد كسر بنطلونه. السيارات كلها قاعد تطير. بس والله لسه السياره بتتحرك. او ماي جاد خلاص اختفت السياره. اوكي نروح للسياره اللي بعده. السياره اللي بعدها راح تكون هاي السياره. هاي السياره، واحد اثنين ثلاث، حاول نشيل ايده. اوه الربطه تبعت ايده هذه ما تاثرت. اوكي جود، خلينا نشوف سياره ثانيه نفس الشيء. سياره كبيره مثلا هاي السياره ممكن. يس ننننن. نحاول نجيب ايده. اوكي نحاول نجيب ايده، يا رب ما تقلب السياره لانه ثقيله. اوكي ما اجت فيه ولا عملت له شيء اصلا. هنا في عندنا سيارات كثير. تعالي انت، تعالي انت، لازم ندمر جوكو اليوم شباب. يعني انا ملاحظ، لا 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 انا مو ملاحظ، جد ملاحظ ان سوبرمان اقوى من جوكو. انا وين؟ اوكي ما علينا. انتم ملاحظين معي ترى يعني سوبرمان كان صعب انه يتكسر، جوكو مش صعب انه يتكسر. جوكو قاعد يتكسر بسرعه. اوكي ليتس جو نشوف هذه السياره ايش راح تعمل. اوه ماي جاد شباب حرفيا قاعدين نستعمل بس السيارات الكبيرة، وحتى السيارات الكبيرة مو مؤثرة عليه. اوكي خلينا نشوف سيارة ثانية. اوف اوه الباص، الباص لا مو الباص، هذه 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 بترمي صواريخ هاي. والله ما وصلت الصواريخ اصلا. انا اسف
احلى شيء سايتاما هناك قاعد ولا هم شيء قاعد يشجع جوكو ليتس جو. او ماي جاد والله هاي الربطه اللي بايده مصيبه على فكره. وقف وقف يلا طير فوق. اوكي اوكي والله الربطه اللي بايده هاي مصيبه ترى. نقدر نفجرها طيب بايده؟ ويت ويت اي انا اسف يا رب ما نطيح ايده هسه نكسر ايده على الغلط. اوكي واحد اثنين ثلاث نشوف. انا اسف انا قصدي على هاي. شايفين والله ما تتاثر هاي الربطه علشان هيك نحاول نشيلها. بس 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 اوكي خلاص شلنا ايده شلنا ايده. تعالوا نجرب عليه هسه سيارات الجنب. يا عيني يا جوكو دمرت اخلاقك. اوف السيارة اللي بعدها. انتوا شايفين انه جوكو اقوى من سوبرمان؟ ما بعرف مع انه كثير ناس تحدوني قالوا لي راح يكون اقوى بس انا مش ملاحظ انه جوكو اقوى من سوبرمان بصراحة. او ماي جاد هذه السيارة حرفيا طلعت دعست على راس جوكو من الاخر يعني. شايفين هذا صاروخ صغير ما بيتحمل حرام يعني نضربه بصاروخ ما بيتحمل هذا. نحاول نجيب له مش عارف ايش بدي اجيب له جد من جد. اوكي نجيب له هاي السيارة تعال هاي السيارة. والله شكلها جبارة هاي السيارة. شوف هاي ايش راح تعمل السيارة. واحد اثنين ثلاث ليت. تعتقدوا هاي السيارة ايش؟ اوف باقي شوي والجزء العلوي من جسمه كله يوقع وما في قدامنا غير الدبابة اللي راح تخلص عليه. او ماي جاد شوفوا انا طاير. تايجر مان بيحب الدبابة. اوه والله اسطورة اسطورة سايتاما. اعتقد انه واقف ورا وقاعد يحكي ايش هالجوكو هذا. شوفوا شوفوا شوف جوكو تدمر حرفيا وسايتاما واقف هناك بيحكي ايش فيه ايش فيه. هذا اللي تشبهوني فيه جوكو؟ سايتاما واقف مبسوط وبيحكي هذا اللي تشبهوني فيه؟ هذا جوكو تبعكم؟ دمر من سيارات؟ سيارات فجرته؟ اوكي. راح يجي دور سايتاما ونشوف سايتاما راح يتحمل ولا لا. نشوف نجرب عليه مثلا هذه السيارة بالخشبات. اوف او ماي جاد او ماي جاد السيارة اصلا ما وصلت. اوكي خلاص خلاص انا اسف انا اسف انا اسف انا اسف, أنا آسف. والله اسف اسف. ايش صار؟ اوه ايش قاعد يصير؟ أنا آسف آسف والله آسف. طيب ما بعرف شو صار لاقي كبير فاضطريت إني أعمل ريستارت. زي ما أنتم شايفين جوكو رجع من من البداية. أوكي جرحنا أنا آسف جوكو جرحناك. جوكو رجع زي ما كان فراح نحاول إنه نجرب عليه السيارات المتفجرة للثنتين بس السيارات المتفجرة الثنتين اوكي ونشوف راح يستحمل التفجيرات تبعتهم ولا لا. قبل شوي هو ما تحملهم اصلا. لا 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 اوكي 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 راح نحاول راح نحاول راح نحاول. لا 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 اوكي يلا راح نحاول هيك مش مشكلة. ايش فيه؟
بدنا نفجر السيارة فوق. اوكي اوكي حلو حلو. علقت السيارة ولكن راح نسوي طريقة حلوة. الحين السيارة معلقة فيه اوكي. او ماي جاد نجيب السيارة الثانية راح يكون انفجار اسطورة شباب. اسطورة راح يكون الانفجار. يعني راح يكون انفجارين بانفجار واحد الحين. واحد اثنين ثلاث تعدين. ليتس جو. ما انفجر. اوكي اوكي عندي خطة عندي خطة. وقف وقف وقف. اوكي شوفوا شباب شوفوا. خلينا نجيب اي نجيب السنايبر. وين السنايبر؟ يا عيني بنطلونه راح. اوكي من الظاهر انه جوكو مش اقوى من سوبرمان ف زي ما انتم شايفين عينه بتطير ايده بتتكسر بنطلونه بتكسر كل شيء فيه بتكسر ف لا بصراحة مش ما توقعت جوكو يكون هيك. توقعت يكون اقوى. تعالوا نشوف راح يتأثر بالصواريخ هذه. اوه شوف هيك على ايده مثلا على قلبه على شعره راسه تفجر تماما. سايتاما طيب لو رمينا له صاروخ هيك من بعيد بتأثر فيه؟ اوكي الصاروخ الاول تحت سايتاما الصاروخ الثاني كمان تحت سايتاما اعتقد هيك راح يجي عنده. اوكي ما علينا. على كل حال احنا اسفين جوكو انه هيك عملنا فيك. راح موت. اوكي محتاجين سوبرمان عشان يطيرنا لفوق. طيب بيجيكم بالاخر سايتاما بالقبضة تبعته هاي. استنوا نطير لفوق نوقف هون مثلا هون بعدين نجيب سايتاما ونقول له ايش بوكس على رجله. اوه ماي جاد علقت علقت اللعبة والله شايفين. طيب زي ما شفتوا شباب اللعبة حتى ما تحملت قوة سايتاما في البوكس تبعه وفصلت او يمكن جهازي مش كويس ايهما اقرب. لو عجبكم المقطع انزلوا تحت اشتركوا في القناة واكتبوا لي مين الشخصيات اللي حابين نجيبها. لو حابين انه نجيب سايتاما اكتبوا لي تحت ممكن نجيب سايتاما بالحلقة الجاي ونشوف هل هو اقوى ولا لا. ممكن نجيب سايتاما وجوكو ونحطهم جنب بعض ونعمل مقارنة انه هاي السيارة لو قتلت مثلا اقوى على جوكو ولا على سايتاما ونشوف نعمل تحديات ومقارنات بين جوكو وسايتاما. او لو حابين اي شخصية انتم حابينها اكتبوا لي عنها تحت في التعليقات. اتمنى يكون عجبكم المقطع. لا تنسى الاشتراك في القناة واللايك الاسطورة يا اسطوري. باي باي.